ستيفن سميث في أربع أشواط، كان تفاصيلها 12-10 لوليد ناصر، ثم 11-8 11-7 12-10 لجيرمان سميث. هذا اللاعب الشاب، نعود إلى الاستوديو مع الزميل يوسف ربيع وعمرو فهمي والثاني زراع لتحليل المباراة التي كانت على الهواء وتابعتها مباشرة على قناة الكاس. لك الكلمة يوسف. العربي بطلا للمرة الرابعة في تاريخه يتساوى مع الريان ويتغلب على السد بثلاثة أشواط مقابل شوطين أو ثلاث مباريات مقابل مبارتين. ألف مبروك للعربي وحظ أوفر لفريق السد وكل الفرق المشاركة في هذه البطولة. كابتن، لو نتكلم عن يعني المباراة الأخيرة التي جمعت وليد مع جيرمان، كيف كانت بصراحة؟ أتوقع أن هي قمة الإثارة بعد مباراة روبرتو مع يوشيدا. أولا كابتن يوسف بنبارك للنادي العربي ونقول هارد لك من السد، وإحنا كنا متوقعين إن المباراة 50-50 وفعلا هي المباراة كل الأشواط فرق واحد أو فرق اثنين، وفعلا اللي قدر الطويل النفس هو اللي يقدر ينهيها لصالحه ولصالح فريقه ويحصل على كأس سمو الأمير للمرة الرابعة. ومرة تانية ببارك للنادي العربي وبقول لنادي السد هارد لك، قدمتم مباراة قوية وكنتم على قد المسؤولية، وهي دي تنس الطاولة، واتفرجنا على فنيات عالية جدا بين لاعب مهاجم بيتمثل في اللاعب جيرمان اللاعب العربي ولاعب مدافع اللي هو اللاعب وليد ناصر، وهي دي تنس الطاولة، لازم فرقة تكسب، أو هي دي الرياضة، لازم فرقة تكسب وفرقة تخسر. أبو محمد، قلت في بداية الحديث أن السد ربما يدفع يعني ضريبة خطأ أو يعني إشراك لاعبين في غير أماكنهم تحت الهواء، قلت لي حتى ما كان المفروض وليد ناصر يلعب أول مباراة، كان المفروض يلعب الثالثة يأخذها بسهولة. صحيح أستاذ يوسف، المدرب السد غامر في المباراة هذه بخطأين أنا كنت متوقعهم، خطأين فنيين. الخطأ الأول استبعاد عبد الرحمن النجار من المشاركة في هذا النهائي، والخطأ الثاني أنه شرك لاعب وليد ناصر أنه يلعب مبارتين ما لعبه كلاعب ثالث، لأن خاصة في المباريات الحاسمة والنهائية اللاعب المدافع ما يساعدك بدرجة كبيرة للحصول على اللي هو مثلا الفوز بالمباراة بشكل إجمالي، وهذا الخطأ طبعا أنا أشوف مدرب العربي قدر أن يستغل هذا الخطأ واستطاع اللي هو اللاعب جيرمان أنه يوصل نادي العربي والحصول على النهائي، وأبارك للاعب جيرمان خصوصا اللاعب جيرمان اللي هو فعلا من بداية كأس الأمير حتى نهايته كان اللاعب المميز في هذه البطولة، وأبارك لإدارة النادي العربي على هذا الفريق الشاب اللي هو راح يكون يبشر بالخير مستقبلا، وهو ممثل قطر في البطولة ويمثل قطر خير تمثيل إن شاء الله في البطولة العربية في نوفمبر. كابتن، جميل أن يهدي الابن أباه أغلى الألقاب، هي حاجة يعني يمكن ما حد او يعني قليل حاجة ممتعة. يعني انا احب اوضح النقطة دي للسادة المشاهدين، ان اللاعب اللي لعب المباراة النهائية اللاعب جيرمان شميت هو ولد المدرب اوليج مدرب نادي العربي، وفعلا هو بيديله احسن هدية النهاردة بيتوجه بكأس الامير للمرة الرابعة. عموما نعود بالصوت والصورة الى الاسعد الزموري والتعليق على التتويج الذي سيبدأ بعد ثواني قليلة. الأسعد، لك الكلمة. شكرا لك يوسف، وشكرا لضيوف الكرام والمحللين عمرو فهمي وثاني زراع. كنت تطرقت إلى تشكيل نادي السد، وليد ناصر يعني مجازفة كانت كبرى، وهذا اللاعب الغائب نجار يعني كان بإمكانه على الأقل تشريكه. حسم الأمر الآن، نادي العربي هو البطل،
هو التحق بنادي الجيش الحائز على الدرع، ونادي العربي هو المتحصل على النهائي الغالية، نهائي كأس سيدي سمو الأمير بلاد مفدى، يعني وسيقوم بالتتويج ثلة من الحاضرين وثلة من الضيوف. الآن سيتم تكريم الحكام أولا على ما أظن، هذا هو برنامج تحكيم، ثم سيقدم رئيس الاتحاد الأردني تكريم المرتبة الثانية، ثم المرتبة الأولى رئيس الاتحاد القطري السيد خليل المهندي. سنتابع تباعا التكريم. صراحة كانت مباراة قوية، وعلى الحكام وراجعت على المدربين راجعت التكتيك، تنزيل اللاعبين مهم جدا، لأنه كل حساب خاطئ يمكن يؤثر تأثير كبير على تأثير على النتيجة. والسيد محمد عبد الله أمين السر العام سيكرم الحكام، حكام هذا الفاينل. وكما قال يوسف ربيع زميلنا، ما أحلى تتويج أن يقدم الإبن للأب، هذا هو العمل والاجتهاد الكبير. ولي أمامنا وليد ناصر يعني لم يوفق في هذا المباراة، السيد محمد عبد الله يكرم الحكام الآن، الحكام الخمس أو الأربع حكام اللي على الطاولة. رويدا رويدا حتى يتم تكريم حكم دوري العام الآن، حتى يتم تكريم نادي العربي بالكأس الرابعة. ونادي السد الرياضي أمامنا المتوج بالمرتبة الثانية وصيف الفاينل. وهو صاحب كأس الموسم الماضي، نادي السد كان هو صاحب الموسم، صاحب ونهزم أمام نادي الجيش في السنة الماضية، والسنة هذه نادي الجيش هو اللي فاز بالدوري، والعربي فاز بكأس سمو الأمير. السد يعني للمرة الثانية على ما أظن ثلاثة مرات أو أربع مرات يوصل للفاينل، تحصل السد أربع مرات على المركز الثاني، وهذا هو المركز الخامس، يعني المرة الخامسة التي حصل على المركز الثاني وفاز بالكأس ثلاثة مرات، توج ثلاثة مرات بكأس الأمير، لكن يتوج المرة هذه كذلك للمرة الخامسة بالمركز الثاني. وتوجهما سيد فواز رئيس الاتحاد الأردني، وبعد قليل سيتوج النادي العربي الذي فاز اليوم على استحقاق بلقب كأس الأمير، وسيتوجهم وسيقلدهم السيد خليل المهندي صاحب المهمات الصعبة كما يقال الاتحاد، رئيس الاتحاد والنائب رئيس الاتحاد الدولي والآسيوي لكرة الطاولة، ورئيس اللجنة المنظمة كذلك لبطولة الأوبن. مجهودات كبيرة يقوم بها هذا الشخص، هذا السيد في لإنجاح الكرة الطاولة القطرية، السيد خليل المهندي سيقوم بتتويج
الفريق العربي. هذا هو أمام الكابتن خليل المهندي، والد اللاعب أحمد خليل المهندي، لاعب رقم واحد في قطر، لاعب نادي الجيش الذي انهزم في النصف النهائي. الكابتن خليل المهندي رئيس الاتحاد يكرم ويوسم لاعبي والمدرب لنادي العربي. مبروك لنادي العربي وهارد لك للنادي السد بإحرازه على المركز الثاني. طبعا التاريخ يذكر الفائز ولا يذكر الوصيف، وجيريمان سميث هو الذي يأخذ الكأس. وألف مبروك لنادي العربي بإحرازه على كأس سمو الأمير. وصورة جماعية بصور تذكارية لنادي العربي. وعلى هذه المشاهد الحلوة والجميلة نعود إلى الزميل يوسف الربيع لختام هذا الاستوديو حتى يقدم الإضافة الكاملة والشاملة. شكرا لكم على المتابعة. نعود إلى الاستوديو ولكن كلمة يوسف الربيع. إذن مبروك مرة أخرى للعربي فوزه بهذه البطولة الغالية المرة الرابعة على في تاريخه، متساويا مع الريان، وبذلك يجرد السد من لقبه الذي ناله في الموسم الماضي. كابتن، حتى بصفة شخصية كابتن أبارك لك، يعني كونك أحد مدربين نادي العربي. كابتن، بصراحة بمجمل المباراة كيف كانت؟ والله يا كابتن يوسف، هي مباراة كانت شيقة من البداية للنهاية. ما كانت محدش كان عارف مين اللي ممكن يحمل هذا الكاس الجميل. المباراة كلها كانت رايحة وجاية، ما كانش حد عارف المباراة، يعني كلنا كنا متوقعين ان محترف السد يتفوق على محترف العربي، ولكن الامال كلها خابت التوقعات، وبالتالي محترف العربي هو اللي فاز، قلب الطاولة على المباراة وكمل النهاية اللاعب جيرمان، واستطاع ان هو يفوز على اللاعب وليد ناصر صاحب الخبرة الكبيرة، وينهي المباراة لصالحه ولصالح فريقه، وقدر زي ما احنا شايفين دلوقتي ان هو يشيل الكاس ويهدي الكاس الغالية، كاس سمو الأمير لنادي العربي. كابتن ثاني، صراحة احنا ما عرفنا البطل الا في اخر لحظات المباراة، مع ان انا يعني انا اليوم في واحد ما راح اذكر اسمه لكن ما راح اتوقع ابدا، بعد واحد بعد 11-1 في المباراة الثالثة قال لي 3-1 للسد، فأنا هذا الإنسان خلاص ما راح أخذ أي توقع من عنده، ما بذكر اسمه، لكن بالفعل هي مباراة تليق بنهائي كأس سيدي سمو أمير الدولة. صحيح، مثل ما تفضلت أخو يوسف، إن المباراة تليق بالنهائي، وطبعا فريق العربي ما وصل من عبث اللي هو على النهائي، إنه ويستحق اللي هو التتويج، لأنه فعلا في عيد هو الفريق يعتبر اللي استعد استعداد مبكر لها البطولة الغالية. وايضا السد بعد نبارك له وصوله للنهائي، ويعني ما حالف الحظ انه هو يحتفظ باللقب اللي فاز فيه اللي هو العام الماضي. والعربي فعلا انه استحق نيل الكاس عن استحقاق وجداره، لان مثل ما تفضلت لك من سبق وقلت ان النادي العربي بالتحديد اللي هو فعلا استعد استعداد خاص، وخصوصا اللاعب جيرمان ادى موسم السنه موسم جيد بالنسبه له، يعني حصل على في تطور كبير في تطور كبير، لانه هو صعد حاليا حديثا للفريق الاول، تاقلم مع فريق الرجال،
وقدر ان السنه يعني جيرمان حتى انه ياخذ في الفردي الثاني على قطر بعد له احمد خليل وانا قطر. عفوا على المقاطعه، انتقل مباشره الى وسام كرنيب في زاويه الملعب. وسام لك الكلمه. شكرا زميلي يوسف بن بارك. لفريق العربي بفوزا بكاس الامير البلاد المفضله بكره الطاوله، الى جانبي السيد صلاح فيروز مدير فريق النادي العربي. سيد صلاح مبروك فوزكم، خبرني شعورك وكيف شفتوا اللقاء؟ والله اللقاء كان صعب، اللي يكون صريح معاك ان فريق السيد مو فريق سهل، بس التوفيق من رب العالمين واصرار اللعيبه ووقفه اداره النادي من رئيس النادي لاعضاء النادي هو اللي خلانا نفوز. هل توقعتم الفوز؟ والله اكون صريح معك، ما كنت متوقع. عوده جيده من اللاعبين بعد ان كنتم مهزومين. ايوه كنا اول شيء ان اللاعب المحترف اللي عندنا من فتره خسر من مصنف الجيش سهولة، خسر منه، ما توقعت يفوز على مصنف هاي 30 على العالم تبع السد. وتوفيق قلت لك من رب العالمين، واصرار اللعيبه وعزيمتهم قدر يقرب النتيجه من 1-0 الى 3-1. مبروك فوزكم. الله يبارك فيكم. سوف نسعى لاخذ المدرب فور جهوز. نعود لك زميلي يوسف، تفضل. شكرا جزيلا لك. صلاح فيروز احد الرجال الذين يعملون في يعني جهاز كرة الطاولة منذ سنوات طويلة وطويلة جدا. أذكر هذا الرجل جيدا عندما كنت صغير هنا في هذا النادي. نرجع نتكلم عن المباراة. صلاح فيروز قال بنفسه، قال أنا ما كنت متوقع الفوز، وهو أقرب الناس لتنس الطاولة. كابتن يوسف بعد في المباراة بتاعت قبل النهائي لما استطاع لاعب الجيش فعلا زي ما كابتن صلاح قال الفوز على لاعب العربي المحترف بسهولة، كل الناس تخوفت، حتى إدارة النادي تخوفت من اللاعب المحترف الخاص بالنادي العربي، ولكن النهاردة هو فاجئ الجميع، وخصوصا بعد ما انتهى الشوط الأول بنتيجة 11-1. احنا قلنا ان هو هيكمل المسرحية، ولكن هو أثبت. وكم كانت بتنتهي لو كمل؟ لو كانت تنتهي لصالح السد تنتهي 3-1. بس أنا ما راح أخذ توقعات الشخص هذا مرة ثانية. أوكي. كمل. كمل كابتن. واستطاع فعلا أن هو يقلب الطاولة على الجميع، مش على نادي العربي بس أو نادي السد بس، على الجميع، ويثبت أن التصنيف الياباني أعلى من التصنيف النمساوي. وبالنسبة لتصنيفه هو الشخصي، أعتقد أن هو لو فيه بيشارك في البطولات بنسبة كبيرة زي اللاعب النمساوي، أعتقد أن الرانكينج بتاعه أو التصنيف الدولي بتاعه هيعلى أكتر من الترتيب اللي هو فيه اللي هو الترتيب 45 على العالم. ربما اليوم كابتن ثاني المباراة لم تكن يعني أو عفوا ذهبت إلى اتجاه خاص، كونها بين لاعبين مصنفين، بين مثلا لاعب مغمور ولاعب بطل. شفنا يعني هذا الكلام بين روبرتو و ويوشيدا، وايضا شفنا الكلام بين وليد وجيرمان. انا مثل ما قلت لك اخو يوسف بدايه الاستوديو، قلت لك ان اللاعب العربي اذا انه قدم مستوى نفس مستوى له قبل النهائي طبعا راح الكاس راح يروح للسد. لكن اليوم كان مختلف، حتى لدرجه ان رئيس الجهاز العربي صلاح فيروز هو اصلا بعد ما كان متوقع، لانه هو ما عنده ثقه في لاعبه بعد اداء المباراه اللي هو في قبل النهائي، عشان كذا انه شايف انه خسرت امام الجيش. صح، ايه، وخسر امام الجيش، ما كان متوقع ان فريقه يفوز. لكن في هاي المباراه النهائيه انا اقول لك اياه اللي هو حسمها اللاعبين المواطنين اللي هم متمثله بجيرمان ومحمد الصليطي، وايضا اللي هو المستوى المقاير اللي قدمه يوشيدا ضد اللاعب روبرت. كابتن، هل استحق العربي هذه البطولة أم خطف العربي هذه البطولة؟ لا أعتقد أنه استحق، لأنه هو قبل النهائي في نادي الجيش المصنف رقم 1 على البطولة، المفروض المتوقع أنه هو كان ياخد البطولة، وفي الفاينل استحق الفوز بالكأس الغالية، لأنه برضو استطاع أنه يهزم السد حامل اللقب، وقدر ان هو يعني يشيل فرقتين من المصنف الاول على البطوله والحامل اللقب، وقدر ان هو اعتقد ان هي على جدارة واستحقاق. كابتن، اليوم اسدل الستار ابو محمد على الموسم تنس الطاوله، ولكن معطني ابرز السلبيات والايجابيات التي ظهرت في هذا الموسم. طبعا السلبيات ان احنا بالنسبة لمدرب المنتخب أو كاتحاد كمسؤولين شافوا اللاعبين عن قرب،
في وشافوا مستوياتهم في هذه المباريات في بطولة اللي هو كأس سمو الأمير. هني شافوا السلبيات بالنسبة للاعبين أصحاب الخبرة، أن أصحاب الخبرة بين عليهم أن هم مبين مع أنديتهم ما فيه زيادة في التدريبات، وهاي المشكلة اللي خلتهم في النهائي أنهم يدفعون الثمن هذا. عندك اللي هو مثلا لاعبين العربي مثل ما قلت لك أنهم مستعدين لها البطولة، وهاي الشيء طبعا ما يقلل من اللي هو نادي السد، لكن لكل مجتهد نصيب. صحيح. العربي اجتهد من حق كأس الأمير واستحق أنه يكلل هاي الاجتهاد بإنجاز بالتدويج. والفوز بالتدويج والفوز بكأس سمو الأمير. ولا ننسى طبعا العربي قدر أنه يحقق أنه ثاني الدوري، زاد أنه جيرمان ثاني الفردي، وزاد أنهم ثاني بعد، وأتوقع أنهم ثاني اللي هو الزوجي. أي نعم. وغير هذا أنه قدروا أنه يختمون الموسم بفوز كبير وغالي على الكل اللي هو فوز بكأس سمو الأمير بلاد المفدى. هل كابتن من أبرز الإيجابيات ربما تألق اللاعبين الصغار وانضمامهم أيضا للمنتخب، هل تعتقد بأن يجب التجديد في منتخبنا الوطني الآن؟ نعم، بالنسبة للإيجابيات تعتبر من ضمن أفضل الإيجابيات هي حصول أو صعود اللاعب عبد الرحمن النجار لاعب السد من فئة الناشئين لأولمبيات. أنا طبعاً عفوا على المقاطعة في هاللحظات، وصلني الكاس مع اللي جاب الكاس جيرمان مبروك. طبعاً قرب شوي جيرمان المباراة الأخيرة كيف كانت؟ آخر مباراة أنت لعبتها مع وليد، قرب من عندي شوي وتكلم الحين، قرب أكثر. أنا خلني أوقف معاك، قول كلمني عن المباراة الأخيرة تحديدا. قرب هني عشان نقدر نسمعك، هني تكلم. أيوة، أعطاك كابتن عمر المايك، قول لي أنت هني. والله مباراة كانت صعبة، بس كل ما سوينا اللي نقدر، نادي عربي كل شيء، أجل نادي عربي يعني. أنا ولا مرة في استاد الوليد، بس الحمد لله هاي مهمة وسوينا اللي نقدر. كابتن لحظة شوي، كابتن احنا نستأذنك ناخذ المايك من عندك. صح. ايوه، نعطي جيرمان شوي يتكلم، البس المايك جيرمان وتكلم. الحين تكلم على راحتك. اوه حلو، اوكي انزل. نعيد من البداية. ايوه، كلمني عن المباراة الأخيرة تحديدا مع وليد، خاصة انك خسرت يعني امام محترف سيد روبرتو في مباراة. والله أنا كنت مركز يعني مو على مباراة روبرتو، كنت مركز على مباراة وليد، أنا أدري هاي مباراة مهمة، إذا 2-2 لازم يعني صعب لنا نفوز على نادي سد، لأن نادي سد عندهم خبرة وكل شيء، بس إحنا صغار. بس الحمد لله يعني أنا ولا مرة فزت على وليد، بس هاي مرة ضبطت معاي. أشكر المدرب، أشكر الإداري. المدرب اللي هو أبوك. اللي هو أبوك. قول أشكر أبوي. لا مدرب نادي عربي. مدرب. صحيح. ماذا عن القادم؟ والله إن شاء الله الحين بندرب، ما بنوقف، بندرب زيادة وزيادة عشان بسهولة ناخذ كأس الأمير المرة الجاية. نقول لك مبروك، ألف ألف مبروك. طبعاً هذه الكأس اللي إحنا انتظرناها 3 ساعات ونص تقريباً، من 5:30 لين 9:05 أخيراً وصلت هذه الكأس الغالية. مبروك لأسرة النادي العربي. نشاهد معكم جميعاً مشاهدين الكرام، نشاهد مرات التتويج التي توج فيها الفرق، أو عفواً نذكر الريان حصل على هذا اللقب 4 مرات، العربي 4 مرات، السد 3 مرات. كما نشاهد على الشاشة هذه هي البطولة التي انطلقت من موسم 2000-2001 ختاماً ب 2014-2015 الذي توج فيها النادي العربي. هذه إذن الكأس الغالية. مشاهدين الكرام، نصل معكم الآن إلى ختام هذا الاستوديو التحليلي الخاص بنهائي كأس سيدي سمو أمير البلاد المفدى لكرة الطاولة. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي الكرام، بداية أو ختاما ثاني الزراع، شكرا جزيلا لك ولتواجدك هنا وإثرائك هذا الاستوديو.
اشكرك اخوي يوسف، وطبعا اتمنى ان ضبط الفائده في هالاستوديو للمتابعين قناه الدوري والكاس، وان شاء الله تكون طبعا ختام مسك كره الطاوله هي اللي هو تواجدكم في النهائي، واتمنى ان امتعنا المشاهدين في هاي النهائي. كابتن عمرو فهمي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا والف مبروك. شكرا.